السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي طلبة سنة تانية ثانوي، أهلا وسهلا بيكم بفيديو جديد هنحل فيه إن شاء الله إكسرسايز وتمرينات على يونت 1 الجرامر بالتحديد اللي هو استعمال ماست وهاف تو وهاز تو ونيد وصيغ الأوبليجيشن. فجهز نفسك عشان تحل معايا تدريبات، أنا مجمع لك تدريبات من كذا حتة كده إيه ممكن تقع فيها وأنت شغال وبتحل، فيبقى معاك نوت بوك زي ما انت متعود معايا ومعاك قلم كمان، ويلا بينا نبدأ الفيديو. بالله عليكم بالله عليكم اعملوا لي سبسكرايب ولايك، وقبل ما تخرجوا من الفيديو قولوا سبحان الله. باي. هنبدأ بكويستشن عن استعمال هاد تو ماسنت وماست، وطبعا بفكرك قبل ما نبتدي ان انت لو ما اتفرجتش على فيديوهات الشرح او انت حاسس انك ضعيف وبتتلخبط في استعمال ماست او هاف تو وصيغ الالزام او عدم الضروره والحاجه، تقدر ترجع لفيديو الشرح موجود عندك طبعا في القناه بتاعتنا عشان تبقى جاهز وانت بتحل تدريبك. Question 1: You put on gloves before helping someone who is bleeding. انك تلبس جوانتي قبل ما تساعد حد عنده نزيف، ربنا يعافينا يعني. فده ايه، mustn't ولا had to ولا must ولا don't have to؟ ده طبعا حاجه لازم اعملها من النظافه، يعني ان انا اعمل كده فهنستخدم must. question number 2: young athletes الرياضيين with space miss this chance to learn and complete education. يعني يضيعوا الفرصة اللي قدامهم إن هم يتعلموا ويكملوا تعليمهم. طبعا الرياضيين الصغيرين نشجعهم يعني ما يتعلموش مثلا، ولا لازم يغتنموا الفرصة؟ طبعا لازم يعملوا كده، لازم يعملوا كده، لازم يتعلموا. فطبعا هنا أنا مش هقول لازم يتعلموا، ده جايب لي الفعل، واخد بالك؟ بص الفعل هنا عامل إزاي، مس the chance، يعني هم لا يجب ان هم يضيعوا الفرصه، هم المفروض يتعلموا، لا يجب ان هم يضيعوا الفرصه، mustn't. و question 3: you woke up the hell because there is a bus. انك تطلع تتسلق الجبل ده بيقول لك فيه اتوبيس، هل بقى don't have to ولا must ولا mustn't ولا have to؟ طبعا مش ضروري ان انت تتسلق الجبل او تمشي يعني طالما في اتوبيس، ومش ضروري اللي هي don't have to. Number 4: athletes space get a special heart examination. يعني يتعمل لهم فحص للقلب. It's safer to do this. يعني من الامان انك تعمل حاجه زي كده. طبعا لازم يعملوا حاجه زي كده، must. Number 5: My children study ancient history at school next year. إن أطفال هيدرسوا الـ ancient history اللي هو التاريخ القديم في المدرسة السنة اللي جاية، ودي حاجة طبعاً مش بيعملوها يعني بمزاجهم، دي حاجة بتبقى إلزام خارجي من المنهج أو المدرسة اللي بتدرس كده. فهنستعمل معاها have to، لأن قلنا إن have to تختلف عن must في إيه؟ إن have to بنخصصها كده أكتر مع الإلزام الخارجي. Okay, question number 6. Okay, question number 6. You drive fast in the city center. إنك تسوق بسرعة كده وسط البلد. It's very dangerous. إنك تسوق بسرعة في وسط المدينة دي حاجة خطيرة، هتستعمل must ولا mustn't ولا don't have to ولا have to؟ طبعاً أنا هقول له لا يجب إنك تعمل كده، mustn't. Number 7: We buy souvenirs for our friends while we are here. إن إحنا نشتري السوفونيرز اللي هي الهدايا التذكارية، نشتريها كده لأصحابنا وإحنا موجودين هنا بالمرة يعني. هل هستخدم mustn't ولا had to ولا must ولا didn't have to؟ طبعا ما تبقاش معفن، اشتري لهم هدايا، must. Number 8: my staff and I space work 12 hours a day.
يشتغل 12 ساعة في اليوم أنا وفريق العمل for 6 days a week لمدة 6 أيام كل أسبوع. طبعا دي من الالزامات اللي انا مش بعملها بارادتي، دي الزامات خارجيه معاها have to. Question number 9. My father stays work today because it's a holiday. ان بابا يشتغل النهارده، اليوم ده اصلا اجازه، هل بقى must ولا had to ولا has to ولا doesn't have to؟ ما دام اليوم اجازه يبقى هو مش ضروري يعمل كده، doesn't have to. Question number 10. Most school children in Britain، يعني معظم الاطفال خصوصا اطفال المدارس في بريطانيا، space wear a school uniform، يرتدوا زي مدرسه موحد. ارتداء الزي المدرسي في اي حته ده بيعتبر من الالزامات الخارجيه، نستعمل معاها ايه بقى؟ هل letter A mustn't ولا letter B have to ولا letter C shouldn't ولا letter D can't؟ وعايز افكركم بحاجه كده بالمره، ما دام جت هنا قدام عينيا في السؤال العاشر، اني ممكن استخدم كلمه can't زي كلمة mustn't. أنا ما بتكلمش على السؤال العاشر، أنا افتكرت بس أقول لكم إن mustn't ممكن تدي نفس المعنى بتاع كانت، الاتنين زي بعض. أنت هنا بقى هتستخدم إيه؟ يلبسوا الزي الموحد ده إلزام خارجي، هستخدم فيها have to. أوكي، عندنا question 11 بيقول you، وحاطط لي space، spend too much money، إنك تصرف فلوس كتير كده. You will want some for your holiday، هتحتاج فلوس بقى في الأجازة. معنى كده بقى mustn't ولا have to ولا can't ولا must؟ أنت لسه من شوية كنت عمال تقول لي يا مستر إن mustn't تدي نفس معنى can't. أنا عايز أقول له هنا لا يجب عليك فعل ذلك، مش هقول له لا تستطيع فعل ذلك، لا يجب عليك فعل ذلك، فمصنت أولى هنا في الاستخدام عشان المعنى. Number 12. We give our homework to the teacher until next week. إن إحنا، وحطيت لي نقط هستعمل فيها حاجة من المودلز اللي قدامي. طيب حاجة من الأفعال هتنفع هنا، بيقول لك إن إحنا نسلم الواجب للمستر حتى الأسبوع القادم. معنى كده إن إحنا يعني مش ضروري نسلم الواجب، لسه معانا وقت يعني، فهستعمل معاها don't have to. Number 13. You، حاطط لي space، pass your exams to go to university، تعدي من الامتحانات عشان تدخل الجامعة. استعمل can ولا needn't ولا may ولا have to؟ طبعا اللي فاهم ان انا هنا في الزام خارجي، لازم انا اذاكر بنفسي واعدي من الامتحانات عشان ادخل الجامعه، فده الزام خارجي have to. Number 14. I really، حطيت لي space، phone مازن، اني اتصل بمازن. I promised I'd phone him as soon as I had any news، انا وعدته ان انا هكلمه بمجرد ما يبقى عندي اخبار. فهنا اكيد انا عايز اقول لنفسي ان انا لازم اتصل بيه. عندي كلمه must وعندي have to وعندي need وعندي needn't، هنستبعد الاثنين دول، قدامي have to وقدامي must، الاثنين معناهم يجب ان. بس الحاجه دي بقى انا بعملها، هل ده الزام خارجي ولا انا بعملها من نفسي؟ والله اللي بيقول بعملها من نفسي طبعا، لان انا هنا بكلم مع نفسي، بقول انا وعدته ان انا هتصل بيه، فمادام ده الزام داخلي من جوايا استعمل معاها must. Number 15. You، وحاطط لي space، take this crowded train، انك تاخد القطر ده. There is another one in 10 minutes، في اساسا قطر تاني هيطلع في خلال 10 دقايق. وطبعا هو اصلا بيوصف القطر هنا الاول ده ان هو crowded train، يعني قطار مزدحم. فطبعا هنا هقول له بقى ايه، mustn't ولا don't have to ولا must
ولا هاف تو؟ انا عايز اقول له بقى اكيد يعني مش ضروري تاخد القطر، ده في واحد تاني هيطلع في خلال 10 دقايق. وكلمة مش ضروري اكسلنت اللي قال don't have to. نمبر 16، you وحاطط سبيس speak so loudly in your mobile phone، انك تتكلم بصوت عالي قوي كده يا اخي في التليفون. It's very annoying، يعني دي حاجة مزعجة. أو أنت مش محتاج بقى تعمل كده. أقول له needn't، you needn't speak so loudly. Okay, question 17. Office staff space wear a suit but they should look smart. ال office staff اللي هم فريق العمل اللي موجودين في المكتب يلبسوا سوت، يعني يلبسوا بدلة. طبعا بيقول لك هم لازم، أهم حاجة يعني should look smart، يعني لازم شكلهم يبقى كويس. فطبعا هقول ده في بط، خلي بالك مظبطة المعنى، كلمة بط معناها ولكن يجب ان هم يكون منظرهم كويس ومنظرهم جميل. معنى كده ان اقدر اقول، فمعنى الجمله يطلع مظبوط لو قلت ان مش ضروري، يعني مش ضروري يلبسوا بدله ولكن شكلهم يبقى كويس. مش ضروري don't have to. Number 18. Don't forget to take your wallet. ما تنساش تاخد معاك المحفظه. You وحاطط لي space have your driving license with you when you drive، لأنك لازم يبقى معاك رخصة السواقة وانت بتسوق. آه دي القوانين المرورية الصارمة، ما اقدرش اهرب منها، وهنا في إلزام خارجي. فطبعا الإلزامات الخارجية هنا هستعمل معاها have to. Question 19. We forget to take the chicken out of the freezer. انك بيقول احنا يعني وفراغ كده هنحط فيه هنا فعل، احنا ننسى ان احنا نخرج الفراخ من الفريزر عشان تفك. يا تخيل الموقف ده لو حصل معاك، يعني خصوصا بقى مع البنات، لو ماما قالت لك ما تنسيش بقى تخرجي الفراخ عشان نطبخ، خرجيها من الفريزر عشان تفك. فهنا بقى كأنها بتقول لهم لا يجب عليكم ان انتوا تنسوا، او احنا بنقول لنفسنا لا يجب علينا ان احنا ننسى. فطبعا هنا فيها شيء من الالزام الشديد قوي، mustn't. وفي نمبر 20 ده دايلوج ما بين son، ابن بيكلم mother الام. الابن بادئ بصيغه سؤال هنا في السبيس وبيكمل بيقول work next weekend، نشتغل الاسبوع اللي جاي. جات الأم قالت if you are free let's go out، بص لو أنت فاضي يعني تعالى نخرج يلا. فطبعا عشان أعمل صيغة سؤال مظبوطة، هل أقول بقى do you have to work، ولا can you work، ولا mustn't you work، ولا have you to work؟ والله بقى ظبطهم كده هتلاقي ان have to و has to عشان تستعملهم في النفي او عشان تعمل بيهم question بتحتاج معاهم verb do، فهتقول do you have to work، وكده دي الاجابه المظبوطه. Question 121. You وفي space phone him because I have already talked to him، عشان انا بالفعل تحدثت معاه. يعني انت بقى مش ضروري ان انت تكلمه، خلاص انا اتكلمت مكانك او انا عرفته اللي احنا عايزين نقوله. You don't have to معناها مش ضروري. اوكي مجموعة تانية من الأسئلة. Question 22. وفي space give him our answer today or we will lose out to the contract. We will lose out on the contract. يعني ان احنا نديله رد النهارده والا هنخسر العقد اللي ما بيننا. فكده احنا لازم نديله رد النهارده، ده الزام خارجي.
والالزام الخارجي ب have to. Number 23. You phone me at work. We aren't allowed personal calls. انك تتصل بيا بقى وانا في الشغل، بيديني معلومه خلي بالك منها، بيقول we aren't allowed personal calls، ان احنا مش مسموح لنا اصلا باي مكالمات خاصه. يبقى انت لا يجب علي ان انت تكلمني بقى، هل استخدم mustn't ولا have to ولا need to ولا needn't؟ لا يجب فعل ذلك، mustn't بمعنى ممنوع كمان ان انت تعمل كده. طيب نمبر 24، you space come if you don't want to. لو يعني انت تيجي لو انت مش عايز براحتك، يعني مش ضروري ان انت تيجي لو انت مش عايز خلاص تمام. مش ضروري انهي واحده بقى، هل استخدم must ولا mustn't ولا don't have to ولا will have to؟ انا بقول له مش ضروري، don't have to. Number 25. He space sign anything if he doesn't want to at this stage. Sign، الفعل sign معناها يوقع هنا. يوقع مش معناها إشارة أو لافتة، ده فعل هنا مستخدمينها verb بمعنى يوقع. إن هو يوقع على أي حاجة دلوقتي لو هو أصلاً مش عايز في هذه المرحلة إن هو يعمل أي تعاقدات او يوقع. فمعنى كده ان هقول ان هو مش ضروري يوقع بقى لو مش عايز، يعني مش ضروري. هل بقى استخدم must ولا doesn't have to ولا has to ولا had to؟ واكسلنت اللي بيقول مش ضروري، doesn't have to. Number 26. New drivers، السواقين الجداد، space take a test، ان هم ياخدوا اختبار، in order to get a driver's license، عشان يحصل على رخصة للقيادة اللي هو الامتحان بتاع القيادة يعني. It's the law، إن ذلك هو القانون. طالما في إلزامات خارجية أو قانون، هو هنا مش إلزام خارجي حتى عشان ما يلخبطناش، ما جابش حاجة يعني ممكن تسوحك، هو هنا قالها صريحة It's the law، وبدام قانون يبقى هستخدم must، يجب فعل ذلك. Okay, question 27. Americans، الأمريكيين، space pay taxes، نقط وبعد كده حاطط لي الفعل يدفع taxes الضرائب every year، كل سنة. They have no choice، ليس لديهم أي خيار. بلاش نعلق على الجملة دي بس هي واضحة، بيقول الأمريكيين لازم يدفعوا الضرائب، مفيش اختيارات قدامهم، وده شيء من الالزام الخارجي، والالزام الخارجي هستخدم فيه excellent اللي بيقول have to. Number 28. If Rashad wants to become a professional musician، لو رشاد نفسه يبقى محترف، موسيقار محترف، he space practice every day، هو يتمرن كل يوم، يجب عليه ان هو يتمرن كل يوم. في هنا يجب عليه، هل is having to ولا has to ولا have to ولا needn't؟ اللي بيفكر بيقول has to، هي have to فعلا، هي في الاستخدام، بس لما يكون عندي هي هنا طبعا excellent هروح على has to. Number 29. ده son، ابن بيكلم mother، بيكلم الام، بيقول لها مام كوما، بينادي عليها بيقول لها يا امي I don't want to clean my room، انا ما مش عايز انظف الاوضه دلوقتي يعني. وبيسالها بقى يعني سبيس هنا هيعمل سؤال it right now، دلوقتي حالا، عايز يقول لها هل لازم يعني انظفها دلوقتي حالا؟ الام ردت قالت له، المذر بترد هي بتقول ايه؟ yes right now، دلوقتي هتعمل كده دلوقتي. هو يسال بانهي طريقه، يقول have I to clean، do I have to clean، do I must clean، must I have to clean. والراحة كده فكر فيهم، واكسلنت اللي جت معاه do I have to clean، لان قلنا have to عشان استعملها في نفي،
او في سؤال بضطر استعمل معاها verb to do. Number 30, question 30, you mustn't park here. ممنوع, mustn't. لا يجب فعل ذلك, ممنوع. You mustn't park here, it means that, وده معناه نقط, space. هتحط ايه في السبيس؟ اقرا كده الاربع اختيارات. لتر ايه بيقول لك it's necessary to park here, ضروري اني اركن هنا. It isn't necessary to park here, مش ضروري ان اركن هنا. C, it's against the law, هذا ضد القانون. Letter D, parking isn't forbidden here, الركنة مش ممنوعة هنا. اللي فهم من الأربع اختيارات أكيد هي it's against the law, بمعنى إن ده ضد القانون. أتمنى تكون استفدت من الإكسرسايز, وعايزك تحل إكسرسايز زيادة وتكتب لي في الكومنتس, ويا ريت تتفاعل معايا عشان أنا بتعب عشان أعمل لك الإكسرسايز ده, يا ريت يكون بالنفع ليك. ولو أنت مشرفني أول مرة في الشانل ممكن تسبسكرايب وهتستفاد, شير مع أصدقائك كمان عشان كلنا كده نستفاد. وأشوفكم على خير كلكم, وانتظرني في فيديو جديد. سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته.